حفظ الله ورعايته، عاد حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن عصر اليوم قادما من مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بعد زيارة دولة. وقد رافق سموه حفظه الله وفد رسمي ضم كل من معالي الشيخ علي خليفة العذب الصباح، ومعالي الشيخ علي جابر الأحمد الصباح، ومعالي الشيخ خليفة عبد الله الجابر الصباح، ومعالي الشيخ جابر مبارك عبد الله الأحمد الصباح، ومعالي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، ومعالي الشيخ عزام مبارك صباح الناصر الصباح، ومعالي الشيخ فواز سعود الناصر سعود الصباح، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.